في ايه؟ لا عادي، كنت هقولك اني عذرتك في كل اللي عملتيه معايا الفتره اللي فاتت. حسيت بالغيره والغل اللي كنت شايلهم لي بسبب معامله مريم لي. عرفت ان عدم وجود امك في حياتك لفتره ممكن يعمل فيكي ايه ويحسسك بايه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ كل الموضوع انك كنت سايباني في اهم يوم في حياتي عشان تقضي ويك اند في الجونه. انا ما كنتش واخده بالي تصدقي لحد ما اتقالت لي في وشي. ام زياد قالت لك كده؟ اه قالت لي كده، وقالت لي ان الكلام ده ما فيهوش حاجه تزعل، طبيعي يعني. واحده قدامها تبقى مع بنتها يومين حلوين ولا مع البنت اللي بتعطف عليها؟ هتختار مين يعني؟ انا بعطف عليكي؟ انتي بنتي. بلا بنتك بلا الكلام ده بقى، انا كنت مجرد استبني ليكي لحد ما بنتك الحقيقيه رجعت لك. كتر خيرك، انا ماشي. راح فين؟ ده بيتك. انا ليا مكان هنا ولا ليا مكان في حياه زياد؟ انا مكاني في بيت امي وهرجع له دلوقتي. على فكرة أنا مش زعلانة يا مريم، أنت هتفضلي زي أمي برضو. زي أمي؟ آه زي أمي. وتمر رغم كل اللي عملته معايا هتفضل زي أختي. بس أنا مش هقعد هنا، مش هقعد ثانية بعد اللي شفته. مريم أنا على قد الحلو اللي شفته منك في حياتي، على قد ما اتقهرت بسببك وبسبب تمارا. مريم أنا لو في إيدي أختار إني عمري ما كنت عرفتك ولا قابلتك كنت عملت كده. على الأقل كنت هبقى راضية بعيشتي وعيشة أهلي. انتوا شوهتوني وكسرتوا نفسي كسرة مش هنساها عمري كله. حتى دلوقتي اللي هبقى محصلة العيشة دي ولا دي. انت لو كنت بنتي وبتخافي عليا كنت رديتي عليها، كنت وقفتي عند حدها، كنت دافعتي عن امك. اللي حصل اني اتوجعت ما عرفتش ارد. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.